السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نشوف لو احنا عايزين ننسخ العنصر دوت هنعمل ايه. اول حاجة خلينا ندخل في الايفنت وهنقول له ان احنا عايزين نشوف وين اي ستارت از اكلون لما ننسخ حاجة تانية. دي مهم جدا، كرييت كلون اوف ماي سيلف او اي عنصر اخر لو في عناصر اخرى موجودة. هنا ديليت لو انت عايز تعمل ديليت للعنصر، خلي ديليت مثلا مع السبيس. تمام. طيب انا عايز العنصر اللي اتنسخ، لان انا لو نسخت دلوقتي هيبقوا الاتنين فوق بعض. هقول له لا انا عايزه يتنقل لمكان اخر، راندوم بوزيشن اهوت. ابدا اشغل، خد نسخه والنسخه اتحركت وجت هنا. جلايد بيعمل ترحيل او موف، بس بيخليني ابقى شايف الحركه نفسها تبقى عامله ازاي. طيب لو انا عايز اول ما ينسخ يعمل ديليت، ممكن when I start as a clone اول ما يعمل نسخة ممكن نقول له ديليت. اول ما بيعمل نسخة بيلغيها والعنصر بيبقى فيه حركة بالنسبة له. طيب بلاش نلغي بحيث يبقى فيه نسخة تانية اهي بالشكل دوت. تمام. ونقدر نظبط المكان اللي هيبقى موجود فيه. يعني طبعا تقدر تحط اكتر من حاجة، مثلا هلو او كده وسينك. هلو لمدة ثانيتين وبعد كم لمدة ثانيتين. طيب لو عايزين ننسخ عنصر اخر، خلينا نضيف مثلا اي عنصر هنا وليكن مثلا الدب دوت اهو. تمام. طيب هاجي هنا واقول له انا عايز يعمل كرييت لي الدب. الدب بقى موجود منه اتنين. طيب خلينا نقول له دلوقتي ان الدب دوت هيبدا ياخد نفس العناصر او نفس الامر اللي كانت موجوده هنا زي كده. تمام. واقول له ممكن مثلا ناخد امر دوت. يبقى أول ما يحصل له نسخ يتعمل له نسخة تانية في random position. طيب خلينا نيجي هنا ونقول له هنا بكرر هو الدب وخلى الدب ياخد حركة بالشكل دوت.